فخورين باللي عملناه. الهدف نعرفه، الاسامي والمرأة. نحن بنمثل بالبانكينج سيكتور 3.5%، حصتنا بالاس ام اي وبالشركات الصغيره المتوسطه بالسوق هن حوالي 15%. هيدا برهان كبير كثير من نجاحنا. في نجاح ثاني، الامم المتحده كل سنه بتعزم يلي بتعتبر عملوا عمل عنده نتيجه مهمه على مستوى العالم للمرأة. عزمتنا على مستوى جنرال اسامبلي عندهم، وين كان في سبيكر مان كي مون وإيلاري كلينتون، لحتى احكي عن البرنامج تبعنا وكيف وصلنا له ونعطي الخبره تبعتنا بهالمجال. ونجحنا كمان انه صار في اتفاق بين عدد بنوك بالعالم يلي كمان فاتوا بذات المجالات وسموا حالهم جلوبال بانكينج الاينس جي بي اي. وبهالسنه تانيا مسلم هي كانت مسؤوله على البرنامج اللي حطيناه، سموها تشيرمان اوف ذا بورد. هذا بنعتبره نجاح كمان. معروف انه القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني بتمويله الشركات الصغيره والمتوسطه. بي ال سي مشهد له بهالمجال، وهالشركات خاصه بهالوضع بحاجه الى دعم، وهالدعم حيقدروا يلاقوه بمصرف البي ال سي. الهدف الاهم من تنظيم البريليانت لبنانيز اوورد هو ابراز صوره حقيقيه للشباب والصبايا والشركات بلبنان، شركات وصبايا وشباب مبدعين كلمين بيعملوا وملتزمين ببلدهم. والصوره اللي عم تنقلها العالم عن نفايات وفراغ دستوري ما بتمثل حقيقه لبنان. ونحن كمصرف بنعتز لما بنسمع شهادات اللي اشتركوا معنا بالسابق وقديش هالمشاركه فادتهم بمجال شغلهم وفتحت لهم ابواب النجاح. الامباكت تبع الاورد انه صار في كثير ناس بيعرفوا شغلنا وطبيعه شغلنا، وكثير محبذين انه في شركات لبنانيه بتشتغل هذا الشغل. ولما شاركت بالاورد صار في مثل العلاقه انا وياهم بالبي ال سي، وشفنا انه في بوتنشل كثير كبير انه نقدر نساهم سوا انه نخلق حل لازمه النفايات بالبلد. لنأمن نجاحهم حطينا اربع طرق. باب الفاينانسينج اما واحد، وثاني طريقه هي كونسلتنسي، ثالث باب تريننج، ورابع وحدة هي الشهرة. شاركتي ببريليانت لبنيز اووردز عرفتني على خبرة، عطشوني افكار كيف طور مايريك. بي ال سي فتح لي باب التدريب الشخصي ولاكيب مايريك. هالباب رح يخلي مايريك ينجح اكثر واكثر بالمستقبل. من بعد ما ربحت زاد فرص الفرانشايزينج لمايريك بالمنطقة والعالم. وحدة من نتائج الاكسبوجر انعزمت لشارك بالفورتشن موست باورفول وومن بلندن. جدير بالذكر انه اشترك عبر هالاربع سنين اكثر من 600 صبي وشاب وشركه بهالحدث. الجائزه الماليه منا الاهم، فالخبره والشهره والمعرفه اللي بيكتسبها كل مشترك هي الاهم. مشاركتي ببريليانت ليبانيز اوورد ربحتني جائزتين، وحده ماديه استعملتها وصرفتها طورت فيها مصلحتي، والثانيه كانت معنويه هي الايجابيه اللي كانت عند الناس من وراء هالمشاركه. ليه بريانت ليبانيز اوورد؟ لان بالنتيجه لازم هالاسامي لينجحوا حدا يعترف بنجاحهم، ليه عم يربحوا والفايناليست كبر البزنس تبعهم، وصلوا على اهداف فيهم طموح اكثر اعجب. بريليانت ليبانيز اووردز اعطتنا اكسبوجر اكثر ما توقعنا بكثير، بتفاجئ بعدد الناس يلي حضرونا على التي في، وبعدها لليوم ارنعون عم تستفيد من هيدا الاكسبوجر الكبير. الثلاثة اللي فازوا معنا السنة الماضية من غير عملاء البلسي، وبالتالي هالحفل له بعد وطني وليس محصور بمصرفنا فقط. لجنة الحكم هي لجنة مستقلة لخبراء بشتى الميادين، كل واحد بيرجع بيحول خبرته لكل مشترك معنا وبيعطيه شهنة معايير النجاح يلي على أساسها لازم يشتغل ويسعى. منحب نعيد ونأكد إنه كل شركة حابة تشترك معنا السنة الجاية تتقدم عبكير وتحضر ملفها، والبقلسي هي والخبرة تبعولها حيكونوا بالاستماع لها وحيكونوا بانتظارها وحيمدوا لها كل يد التعاون.